وادي من دير الزور من قرية خشام، أنا ساكن بجنديرس هون. هاي الطفلة عفراء اللي ولدت تحت الأنقاض. اجاني عروض كثير بالنسبه للتمني فانا رفضت، فهي ظلت بس هي ذكرى من اهلها. يعني مثل اولادي والحمد لله، يعني ما راح اقصر معها شيء، بقطع من لحم كتافي وبطعميها، والله ما اخليها، ما اقصر معها باي شيء.